أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاف المدى نينوى تفقد 60% من أراضيها الزراعية والفلاحون يلجؤون لحفر الآبار. يقينت نقرأ فيها الموارد المائية تتهم إيران بقطع المياه عن العراق بشكل كامل. الشرق الأوسط عنونت مسؤولون أمريكيون لا سبب للذعر بسبب متحور أوميكرون حتى الآن. نطالع في القدس العربي فصيل عراقي يشكك بمحاولة اغتيال الكاظمي ويطالب بأدلة ملموسة. نطالع كذلك في العربي الجديد تحركات احتجاجية في لبنان وعون يغادر إلى قطر. نتصفح في عربي 21 إغلاقات بأربع قارات بوجه أوميكرون خسائر ضخمة لسياحة 2021. نيويورك تايمز عنونت جرائم القتل بواشنطن تبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2003. نبدأ من الجاردينا حيث جاء فيها يقول الكاتب عون القلمشي في مقاله بمجلة الجاردينا: يبدو أن مقتدى الصدر ما زال مصرا على المضي قدما في ترويج أكاذيبه حول تشكيل حكومة أغلبية أو حكومة صدرية حتى تتمكن على حد قوله ووصفه من نزع سلاح الميليشيات المنفلتة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية والقضاء على الفساد بفتح ملفاته الكبرى ووضع رؤوسه خلف القضبان. والغريب في الأمر أن مقتدى الصدر يعلم جيدا وأكثر من غيره تماما أن تشكيل حكومة من هذا النوع حتى شكليا يدخل في باب المحرمات من قبل المحتل الأمريكي ووصيفه الإيراني، لأن ذلك يتعاكس تماما مع الأسس التي بني عليها أو بالأحرى بنى عليها المحتل صرح عمليته السياسية الفاسدة، بحيث تكون المحاصصة الطائفية والفساد هما لحمة العملية السياسية وسدها بل وديمومتها أيضا. مطالبة مقتدى بنزع سلاح الميليشيات وتسليمه إلى الحشد الشعبي ليست سوى محاولة فاشلة سبق لمقتدى المطالبة بها مرات عديدة. الهدف منها توحيد هذه الميليشيات تحت خيمة الحشد تمهيدا لتحويله إلى حرس ثوري عراقي يكون تحت قيادته على غرار الحرس الثوري الإيراني، خاصة وأن مرشد الملالي علي خامنئي فقد الثقة بقادة الميليشيات أمثال هادي العامري وقيس الخزعلي وعلي العسكري والولاء وغيرهم، بل أصبح هؤلاء عبئاً ثقيلاً على الولي الفقيه، وأنه آن الأوان للاعتماد على مقتدى علناً وليس في الخفاء. وهذا ما يفسر الأوامر التي أصدرها ممثل خامنئي إسماعيل قآني بعد اجتماعه بقادة الميليشيات وإبلاغهم بعدم الدخول في صدام مع مقتدى وتياره. ومعلوم أن خامنئي قد فشل في إنجاز مهمة تشكيل الحرس الثوري العراقي على يد الجنرال قاسم سليماني الذي يعتبره الطريق الأوحد لتأمين الهيمنة الإيرانية على العراق في حال انسحاب القوات الأمريكية بنفس الطريقة التي انسحبت فيها من أفغانستان، وفي الوقت الذي يعتبره الأداة القوية ضد أي انتفاضة أو ثورة شعبية عراقية سواء كانت سلمية أم مسلحة. هذه الأكاذيب المعلبة والفاسدة من قبل مقتدى تلقفتها الأحزاب والكتل الطائفية من أمثال حزب الدعوة وعصائب أهل الحق والفتح والنصر وغيرها لتصنع منها مادة للصراع على أمل إقناع الناس بأن ما يجري هو صراع ديمقراطي من أجل الوطن والمواطن وليس من أجل السرقات. يقول الكاتب إن إصلاح العملية السياسية من داخلها وفي ظل الاحتلالين الأمريكي والإيراني ووجود ميليشيات مسلحة تجاوز عددها 60 يعد ضربا من الخيال والضحك على الذقون والمراوغة في نفس الوقت ضد فرص التغيير الجدية. وقد أثبتت الوقائع هذه الحقيقة حيث تبخرت مشاريع الإصلاح مع الريح على مدار سنين الاحتلال العجاف، أما القادمون الجدد الذين يحملون معهم مشروع إصلاح فإنهم سيختفون كما اختفى أسلافهم في زوايا البرلمان من قبل، ولم نسمع عنهم شيئا حتى اللحظة، بل إن بعضهم سيدخل مستنقع هذه العملية السياسية مقابل مكاسب مالية ضخمة.
إن إصلاح ما أفسده المحتل لن يتم إلا من خلال ثورة تشرين الأبية التي تعد العدة لانطلاق جديد بشكل ونوعية جديدة. وعن تعويض الخاسرين في الانتخابات كتب حسين صالح السبعاوي مقالا نشره موقع مركز رسام للدراسات، جاء فيه: في سابقة لم تحدث في العالم الديمقراطي يشهد العراق بدعة تعويض الخاسرين في الانتخابات. إن مثل هذه الطروحات، يقول الكاتب، لا تصلح إلا عندما تكون العملية السياسية هجينة يتصارع عليها مجموعة من الفاسدين. إن ما يسمى الإطار التنسيقي الرافض لخسارته في الانتخابات لا يعي بأن مشروعه السياسي المستورد من الخارج وولاؤه لإيران وما فعله ضد الشعب هما السبب في خسارته، وما عاد يتقبله الشارع العراقي خاصة في مناطق الوسط وجنوب العراق الذي كان يعتبره عمقه الاستراتيجي وحضنته الشعبية التي أصبحت على وعي تام بما يحاك لها من مؤامرات لتدمير اللحمة الوطنية مع باقي مكونات الشعب العراقي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الوعي الوطني نما بفضل القوى الوطنية التي تصدت للمحتل وأعوانه وكشفت مؤامراته ضد الشعب العراقي، فتجلى هذا الوعي بخروج غالبية الشعب في انتفاضة تشرين 2019 والتي أكدت على الهوية الوطنية بدل الهويات الفرعية، وأكدت بأن الولاء للوطن وليس الولاء للخارج. إن أي عملية تعويض للقوى الخاسرة وبأي وسيلة مهما كانت ستكون نهاية العملية السياسية الفاشلة أصلاً التي فرضتها أمريكا وإيران على الشعب العراقي، وهي تثبت صحة رأي المقاطعين للانتخابات بأن لا جدوى من المشاركة ولن يحدث أي تغيير على الأرض في العراق. إن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن القوى السياسية العراقية وخاصة الطائفية منها لا تؤمن بالديمقراطية ولا تقبل بما يفرزه صندوق الانتخابات، في الوقت الذي حذر المقاطعين من مشاركتهم في الانتخابات لأنهم جزء من المشكلة ولن يكون جزءا من الحل إطلاقا، خاصة في حال خسارتهم، لأنه سوف تكشف عورتهم ويظهرون على وجههم الحقيقي البائس حينما يفقدون مكاسبهم السياسية والمادية، فيقومون بحرق العباد والبلاد من أجل الحفاظ على مصالحهم ونفوذهم في الدولة. نشرت صحيفة المدى تقريراً لمنظمة ماسي كوربس عن صعوبات تعرقل عودة 1,200,000 نازح إلى مناطقهم في العراق حتى اليوم. لنستمع لما جاء في التقرير. إن تحقيق حلول مستدامة لأزمة النزوح في العراق تعد مهمة شاقة في الوقت الذي توجد فيه عدة تحديات سياسية وإنسانية واقتصادية عرقلت عودة النازحين. وأوضح التقرير أن 1,200,000 نازح لم يرجعوا بعد إلى مناطق سكناهم الأصلية لأسباب كثيرة رغم الاهتمام والوعود الحكومية، والسبب هو عواقب ما بعد الاحتلال. ولفت التقرير إلى أن ضمان حلول مستدامة لأزمة النزوح في العراق هي ليست فقط مطلباً إنسانياً ولكنه أمر حيوي لضمان السلم والاستقرار والرفاه الاقتصادي والتقدم نحو المستقبل. وبيّن التقرير أن مسحاً ميدانياً أجرته المنظمة ولقاءات بمكونات متعددة في المناطق التي شهدت هجمات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. وذهب التقرير إلى أن هذه المشاكل تهدد بإطالة أزمة النزوح وتفاقم من حالة التوترات المجتمعية وتثير وتحفز هجمات انتقامية تؤدي إلى اقتتال آخر. ويخرج التقرير باستنتاجات تنطوي على إمكانية تحسين جوانب التعايش الاجتماعي السلمي فيما بين أبناء تلك المناطق من خلال العدالة التصالحية والبناء السلمي للذين تعرضوا لصدمات نفسية كثيرة.
وطلعوا في عربي 21 حيث جاء هذا المقال عن التصنيف البريطاني لحركة حماس منظمة إرهابية. كتب حسن أبو هنية مقالا جاء فيه: يقع تصنيف بريطانيا لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية حماس منظمة إرهابية في سياق ديمومة المنظورات الإمبريالية الغربية التي زرعت ورعت الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين، إذ لا تعدو إسرائيل عن كونها حارسا للإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط. جاء تصنيف بريطانيا لحركة حماس منظمة إرهابية استكمالا لعملية إعادة بناء المنطقة في سياق توحيد المنظورات الإمبريالية ببناء سردية موحدة منسجمة حول الإرهاب بدمج الأبعاد السياسية والعسكرية. فقد كانت بريطانيا تفصل بين الجناح السياسي والعسكري لحماس، وهو موقف كان يتعارض مع تصنيفها منظمة إرهابية محظورة بجناحيها من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي. وبهذا أصبحت لندن في صف أقرب لواشنطن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. يدرك كافة الناس في المنطقة أن حماس حركة مقاومة إسلامية وأن إسرائيل دولة احتلال استعمارية، وتكشف المسألة الفلسطينية وحالة حماس عن ذاتية مصطلح الإرهاب وغير موضوعيته. فقد بات من المعروف أن مفهوم الإرهاب كما توضح الدراسات النقدية لا يمكن فهمه دون فحص علاقاته الملتبسة بالمصالح الاستراتيجية التي تخدم دوائر المعرفة المرتبطة بالاتجاهات الكلاسيكية في دراسة الإرهاب، إذ يشكل مصطلح الإرهاب دالاً مبنياً سياسياً لا تجمعه بالضرورة علاقة تناسب طبيعية بالمدلول، ويرتبط بإرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، وهو خطاب أدائي للسلطة السيادية في علاقات القوى يرتبط بالمصالح الجيوسياسية كتوظيف سياسي. إذ تستخدم الولايات المتحدة مصطلح الدولة الراعية للإرهاب ضد الكيانات السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية وهوية الإرهاب رهن التسمية وليس الفعل في سياق خطبي تحدده المصالح القومية. يقوم جوهر التصنيف البريطاني لحماس منظمة إرهابية على محاولة تطويع الحركة من خلال عزلها ودفعها نحو قبول الحلول الإمبريالية الصهيونية والاستبدادية. فالحلول التي تقدمها الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها من المستبدين العرب تحاول إعادة إنتاج الحلول القديمة التي تستند إلى خرافة حل الدولتين، والذي يقوم على ضمان وجود دولة إسرائيل بسماتها العنصرية اليهودية ونظام فصل عنصري، إلى جانب إقامة دولة فلسطينية وهمية. ولا مانع بإدماج حركة حماس إذا سلكت طريق منظمة التحرير الفلسطينية في مسار أوسلو. نقرأ في الغارديان: نشرت صحيفة الغارديان مقالا لجون نوتون أستاذ فهم الرأي العام للتكنولوجيا في الجامعة المفتوحة في لندن ومؤلف كتاب من غوتنبرغ إلى زكربرغ، هذا ما يجب عليك معرفته عن الإنترنت. قال فيه إن برنامج التجسس بيجاسوس الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية التي اسمها NSO يواجه يوم الحساب ودعاوى قضائية دولية، والفضل يعود إلى مخبر بحث. وفي الأسبوع الماضي رفعت شركة أبل دعوى قضائية رسمية ضد NSO لمحاسبتها على اختراقها ومراقبتها مستخدمي هواتف الشركة، وتريد أبل الحصول على أمر قضائي دائم يحظر الشركة من استخدام برنامج أبل وخدماتها وأجهزتها. وغني عن القول، فقد عبأت الحكومة الإسرائيلية جهودها وربما بعد الكشف عن اختراق هواتف المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين بيجاسوس. تجسس عن بعد على الهواتف الذكية بدون نقر، فمعظم مستخدمي الهواتف الذكية يفترضون أن قراصنة الهواتف والإنترنت لا يستطيعون اختراق أجهزتهم إلا من خلال حركة إهمال ساذجة قام بها المستخدم، مثل النقر على رابط إنترنت أو فتح رسالة مرفقة، وهم محقون في معظم افتراضاتهم.
لكن بيجاسوس يستطيع اختراق الهواتف بدون أن يعمل المستخدم أي من هذه الأمور، وعندما يدخل الجهاز فهو يحول كل شيء فيه لكتاب مفتوح لمن يريد إدخال برمجية خبيثة. وهو أمر مثير للإعجاب، لكن الأكثر إثارة هي قدرته على اختراق هواتف أبل آيفون، وهذا مهم لأن هواتف أبل معروفة تقليدياً بسلامتها وأمانها من الاختراقات، ولهذا فهي الأجهزة الآمنة المفضلة لدى السياسيين والصحفيين الاستقصائيين والناشطين في حقوق الإنسان والمعارضين في الدول الدكتاتورية. ولأن بيجاسوس برنامج قوي جداً، فقد تم تصنيفه كذخيرة سلاح وبحاجة لموافقة الحكومة الإسرائيلية قبل بيعه لزبائن أجانب، ويجب أن يكون هؤلاء حكومات، فهو ليس متوفر كمنتج يشتريه المستهلك، وتؤكد الشركة بأن منتجها هو من أجل مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب. وهو ليس رخيصاً ولا نعرف سعره الحالي، لكن الشركة كانت تبيعه لوكالات الحكومة في عام 2016 ب 650 ألف دولار أمريكي من أجل التجسس على 10 مستخدمين لهواتف آيفون، إلى جانب 500 ألف دولار لتركيبه. ونقرأ وإياكم في افتتاحية القدس العربي مقالا تحت عنوان السودان إثيوبيا معارك الجنرالات البائسة. نقلت وسائل إعلام عديدة عن مصادر عسكرية أن معارك دارت فجر يوم السبت الماضي على الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا، وأسفرت عن مقتل 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين. هذا وفي الوقت الذي سكتت فيه السلطات الأثيوبية، فإن الجيش السوداني قال إنه تصدى لهجوم من قبل قوات أثيوبية. ما زالت ممارسة الجنرالات أيضاً واضحة، ومنها على سبيل المثال امتناعها عن إطلاق كافة المعتقلين منذ الانقلاب والذي يقدر عددهم بالمئات. وتحدثت وسائل الإعلام أمس الأحد عن اختطاف إبراهيم الشيخ وهو وزير الصناعة في الحكومة المعزولة من قبل قوات نظامية تتبع للجهات ذاتها بحسب تعبير حزب المؤتمر. ورغم إصدار حمدوك قرارات بوقف قرارات الجنرالات السابقة ومنها قرارات النقل التي حصلت في مجمل إدارات الدولة، فقد تابع العسكر إصدار قرارات أخرى لا تقل أثرا، ومنها تعيين رئيس جديد للقضاء وترفيع أحد المحسوبين على الجنرال محمد حمدان دقلو حميدتي مديراً عاماً لجهاز الأمن والمخابرات. وأحد النتائج التي نجمت عن سحب العسكر لقواتهم من إقليم دارفور لدعم الانقلاب حصول معارك عنيفة بين الجماعات المتنازعة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والإصابات. أما في إثيوبيا فقد تمكنت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي من إعادة السيطرة على إقليمها، وازداد اندفاعها قوة مع تحالف قوى معارضة أخرى معها، حيث صارت تهدد الدولة المركزية معلنة اقترابها من السيطرة على العاصمة أديس أبابا، ما دفع رئيس الوزراء أبي أحمد للإعلان عن توجهه إلى جبهات القتال بنفسه، وطلبت دول عديدة من مواطنيها الخروج من البلاد بسرعة. أحد التحليلات لما حصل في المعركة الأخيرة هو أنها محاولة للزج بالجيش السوداني في معارك حدودية، ونتائج ذلك ستكون معلومة للقاصي والداني من تبرير قوانين الطوارئ والعودة لسيناريو الخدمة الإلزامية، وبالتالي تحقيق المزيد من عسكرة البلاد. وقدر البعض أنه إذا حصلت حرب فعلا وحقيقية على الأرض فستكون حربا مصرية بالوكالة بشكل يحقق أهدافا إقليمية بحتة، لكن كلفتها ستكون على حساب السودان وآمال قواه المدنية بتغيير ديمقراطي. وفي خبرنا اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اختبارات PCR لا تزال فعالة لناحية الكشف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، مشيرة إلى أن هناك دراسات جارية من أجل قياس مدى فعالية الأدوات الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض. وفي وقت أودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ نهاية 2019،
وصفت منظمة الصحة العالمية الجمعة المتحور الجديد لفيروس كورونا بأنها مثيرة للقلق. وقالت المنظمة ومقرها جنيف في بيان إن اختبارات بي سي آر تواصل الكشف عن العدوى بما في ذلك الإصابة بأوميكرون. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. متابعة ممتعة وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء.